السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. لسه مكملين كلامنا عن الماثماتكس الخاص بالجانز، شرحنا جزء كبير جدا منه في الفيديو اللي فات، ولو أنت فهمت الماثماتكس اللي شرحناه في الفيديو اللي فات يبقى أنت كده يعتبر فهمت الماس بتاع الجانز بنسبة كبيرة جدا، لأن الجزء اللي فاضل هو يعتبر إثبات رياضي مش أكتر. يعني الصورة اللي قدامك دي هي الصورة اللي احنا وقفنا عندها في الفيديو اللي فات، كنا بنحاول نعمل ماتشز ما بين التو ديستريبيوشن، الديستريبيوشن بتاع الفيك ديتا اللي هو باللون الأخضر، والديستريبيوشن بتاع الريل ديتا اللي هو باللون الأسمر، والديسكريمينيتور اللي هو بالخط الأزرق ده بيحاول إن هو يميز ما بينهم يعني. فاللي احنا هناخده في الفيديو دوت، طبعا هنا الايكويشن اللي قدامك دي بتمثل الفاليو للاوبتيمال كيس او الاوبتيمال فاليو بالنسبه للديسكريمينيتور، علامه الاستريك دي معناها الاوبتيمال فاليو بالنسبه للديسكريمينيتور، وهنا الجنريتور طبعا بيكون ستاتيك. فبيقول لك ان في حاله التو ديستريبيوشن يعني كانوا بيماتشوا مع بعض، يعني الديستريبيوشن بتاع الريل ديتا بيماتش مع الديستريبيوشن بتاع الفيك ديتا، لو انت فاكر قلت لك ان البيست كيس ان الديسكريمينيتور الاوتبوت بتاعه يكون او ال اه الديسكريمينيتور الاوتبوت بتاعه على الفيك ديتا يكون بنص، اللي هو كان الدي اوف جي اوف زد لو انت فاكر يعني. فهو انا الفكره بالنسبه لي التوتال لوس، يعني لما بنيجي نعوض بيقول لك ان البيست كيس بالنسبه للتوتال لوس طبعا زي ما قلت لك الجنريتور ستاتيك، وهنا الاوبتيمال بالنسبه للديسكريمينيتور، ففي الحاله دي بيكون التوتال لوس سالب لوج 4. طب سالب لوج 4 دي جت منين؟ ده اللي احنا بنحاول بقى نعمل له بروف في المحاضره بتاعت النهارده. يعني دي اللوس فانكشن بتاعتنا اتعرفنا عليها في الفيديو اللي فات، فخلينا بقى نعمل لها هنحاول طبعا الاكسبكتيشن الاكسبكتيشن اللي هو موجود هنا دوت هنحوله لانتجريشن عشان يكون على شكل كونتينوس فاليو. فهتلاقي ان هنا مفيش اي حاجه اتغيرت، بس غير ان احنا هنا عملنا انتجريشن بالنسبه للريل داتا تمام، وهنا بنعمل انتجريشن بالنسبه للزد اللي هو الفيك داتا، وهنا طبعا زودنا الدي اكس وهنا الدي زد. طبعا الحاجات دي كلها بيزكس بالنسبه للانتجريشن يعني تمام. بعد كده هنا بدل ما نحاول ان احنا نعمل ديريفاتيف، سوري، بدل ما نحاول ان احنا نعمل انتجريشن بالنسبه للاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور على الفيج داتا، احنا هنعمل انتجريشن للاوتبوت بتاع الجنريتور بشكل دايركت. يعني هنا اكنك بتفاضل، لو رجعت كده تاني هنا انت اكنك بتعمل تكامل بالنسبه للجنريتور بس بشكل غير مباشر. فاحنا عشان نعمل انتجريشن للجنريتور اللي عندنا بشكل دايركت هنخلي هنا بدل واحد ناقص دي اوف جي اوف زد، لا هنخليها واحد ناقص الدي اوف اكس تمام. فانت كده بتعمل انتجريشن بالنسبه للجنريتور بشكل دايركت يعني تمام. بعد كده طبعا هتعمل ديريفاتيف، سوري، هتعمل انتجريشن بالنسبه للترم ده، بس طبعا مش هدخل معاك قوي في تفاصيل الماثماتكس ازاي ان احنا بقى نعمل انتجريشن بالنسبه للشكل اللي قدامنا ده. المهم يعني انت لما تعمل انتجريشن للشكل ده هتوصل في الاخر ان انت يبقى عندك حاجه زي كده. طبعا هنا الدي اكس اتبدلت بالواي، والواحد ناقص الدي اكس اتبدلت بواحد ناقص الواي، وعندك هنا تو كونستانتس اللي هو الاي والبي، طبعا الاي اللي هي بتمثل الريل داتا والبي اللي هي بتمثل الفيك داتا. ولو انت فاكر في المحاضره اللي فاتت انا قلت لك ان الديسكريمينيتور بيحاول ان هو يماكسمايز اللوس فانكشن على عكس الجنريتور اللي هو بيحاول يمينيمايز. فاحنا هنا لو بنتكلم عن الديسكريمينيتور اللي هو مثلا لو احنا حابين هنا نماكسمايز اللوس اللي قدامنا ده، طبعا احنا هنا جبنا اللوس وحولناه لانتجريشن وعملنا هنا سمبليفيكيشن للايكويشن بتاعتنا، بدل ما هي هنا بنعمل انتجريشن للجنريتور او الاوتبوت بتاع الجنريتور بشكل غير مباشر، لا حولناها لشكل مباشر عن طريق اللي احنا هنا حطينا الواحد ناقص دي في الاكس، وبعد كده هتعمل الانتجريشن بتاعك عادي هيطلع معاك الشكل ده. طيب الشكل دوت عشان نعمل له ماكسمايز ازاي هنعمل حاجه زي كده؟ هنعمل له دريفاتيف، هنعمل له دريفاتيف ونسويه بالصفر، هيبقى الشكل اللي قدامك ده تمام. ولما تعمل الدريفاتيف طبعا عندك هنا الاي عباره عن كونستانت لوج الواي، لما تيجي تعمل لها دريفاتيف طبعا هتعمل دريفاتيف بالنسبه للواي، يعني الواي الدريفاتيف بتاعها هيكون بواحد على الواي، فهيبقى عندك الاي كونستانت هتنزل زي ما هي واحد على الواي، يعني اكنها الواي اللي هتبقى في المقام يعني تمام. هنا برضو الترم دوت هتعمل له دريفاتيف، هيبقى البي كونستانت هتنزل زي ما هي واحد ناقص الواي هتعملها دريفاتيف هيبقى واحد. طبعا الاول بتعمل دريفاتيف للحاجه اللي موجوده داخل الاقواس فهيبقى سالب واحد اللي هي هتيجي من هنا يعني تمام، لما تفاضل داخل القوس هيبقى سالب واحد، وبعد كده هتفاضل بقى الشكل كله هيبقى واحد على واحد ناقص الواي، فواحد على واحد ناقص الواي طبعا واحد في
في الباست هيبقى اكنه مش موجود يعني، واحد ناقص الواي هي اللي هتبقى موجوده عندي في المقام. احنا بنعمل ديريفاتيف مش اكتر يعني، التو تيرمز دول، ولو انت فاميليار مع الديريفاتيف هتكون فاهم الكلام اللي انا بقوله يعني. انت بتعمل تفاضل للحاجه اللي داخل القوس على تفاضل المضروبه في تفاضل الشكل كله، تمام؟ طيب فهنا طبعا الكلام ده كله هنساويه بالزيرو، هتعمل لها سمبليفيكيشن يعني، هتبسط الموضوع دوت شغل بقى الجبر عادي جدا. هيبقى عندك الاي على الواي هتساوي بي على واحد ناقص الواي. بعد كده ترجع تعمل لها سمبليفيكيشن تاني اكنك هتضرب مقص يعني، هيبقى عندك الاي ناقص الاي واي بتساوي البي واي، تمام؟ وبعد كده هنجيب الاي في ترم لوحدها، هيبقى عندك الاي واي زائد البي واي، وبعد كده هناخد الواي كومن فاكتور عامل مشترك، هيبقى عندك الاي بتساوي ايه زائد البي مضروبه في الواي، فهنجيب الواي في ترم لوحدها، هيبقى عندك الواي بتساوي الاي زائد سوري الاي على الاي زائد البي. يبقى اذا لما احنا حبينا نعمل ماكسمايز للديسكريمينيتور بتاعنا طلع الترم بتاعنا بالشكل ده، تمام؟ اللي هو اللوز بتاعتنا يعني، لما حبينا نعمل نجيب البيست كيس يعني بالنسبه لي الاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور، وحسبنا اللوز فانكشن وعملنا دريفاتيف، عملنا الاول انتجريشن وبعد كده عملنا دريفاتيف، فطلع البيست كيس بالنسبه لنا اللي هو الشكل اللي قدامنا ده يعني. احنا عشان نماكسمايز الديسكريمينيتور بتاعنا فلازم يكون عندي حاجه بالشكل ده. هناخد الشكل ده ونعكسه على الايكويشن بتاعتنا يعني. يعني انت عندك هنا الاي، انا قلت لك في البدايه ان الاي بتمثل الريل داتا اللي هو البي اوف داتا الاكس اللي هي الاكس الحقيقيه يعني، اللي هو probability of ان النقطه دي تكون او الصوره دي تكون من الريل داتا، على probability ان الصوره اللي هي الاكس تكون من الريل داتا، زائد probability ان الاكس دي تكون من الجي اللي هي الجنريتد داتا. الشكل ده جه منين؟ ده اللي احنا عملنا له بروف دلوقتي، جبنا اللوس فانكشن بتاعتنا، عملنا لها انتجريشن، وبعد كده عملنا دريفيتيف عن طريق ان احنا هنا سويناها بالزيرو، وبعد كده عملنا شويه لينير الجبرا تبسيط يعني الايكويشنز بتاعتنا، فطلعت معانا بالشكل ده. يبقى انت عشان تماكسمايز الواي، احنا هنا بنحاول ان احنا نماكسمايز الواي اللي موجوده هنا، تمام؟ عشان تماكسمايز الواي لازم يكون عندك الايكويشن بتاعتك بالشكل ده. فاحنا الكلام ده عكسناه على الايكويشنز او اللوس فانكشن الحقيقيه بتاعتنا. يبقى الشكل اللي قدامك ده بيمثل البيست كيس بالنسبه للاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور، سواء بقى على الريل داتا او الفيك داتا، لان في الفيديو اللي فات انا قلت لك ان البيست كيس ان الاوتبوت يكون بنص بالنسبه للفيك داتا، ما هو معنى ان هو نص بالنسبه للفيك داتا هيبقى نص برضه بالنسبه للريل داتا، وده الكلام اللي موجود هنا يعني. الديستريبيوشن بتاع الريل داتا هيكون قريب جدا جدا من الديستريبيوشن بتاع الفيك داتا في حاله ان الترم ده كان بيساوي نص، وده اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات يعني، تمام؟ طيب فعشان برضو نثبت الموضوع ده اكتر، احنا ده كله اصلا يعني احنا خلاص اتاكدنا ان البيست كيس بالنسبه للاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور على الريل داتا او الفيك داتا ان هو يكون بنص. طيب واحنا اصلا بنحاول نعمل اثبات لايه من البدايه؟ كنا بنحاول نعمل اثبات ان اللوس فانكشن بتاعتنا تكون بتساوي سالب لوج 4 يعني. فاحنا دلوقتي وصلنا ان اللوس او سوري وصلنا ان الاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور سواء على الريل او الفيك بيكون بيساوي نص، تمام؟ فهتيجي تاخد النص ده وتعوض بيه في اللوس فانكشن عندك. اللوس فانكشن اهي لو انت فاكرها هتلاقي ان هنا لوج دي اوف اكس هنا 1 ناقص دي اوف جي اوف زد اللي هو الاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور على الفيك داتا. فلما تعوض هنا بنص هتشيل بس دي اوف اكس وتحط نص، وتشيل الواحد ناقص دي اوف جي اوف زد وهتحط نص، وبعد كده تعمل سمبليفيكيشن للايكويشن بتاعتك هيديك هنا سالب لوج 2 ناقص لوج 2، تمام؟ طبعا لوج النص هيديك لوج النص هيديك سالب 3 من 10، وهنا طبعا هنا لوج سالب لوج الاثنين سالب لوج 2 هيديك 3 من 10، فهو هو نفس الرقم يعني. يعني لوج الاثنين هو هو سالب لوج 2 هو هو نفسه لوج الاثنين مع اختلاف الاشاره مش اكتر، تمام؟ فاحنا هنا ببساطه عملنا سمبليفيكيشن للشكل بتاعنا، هيبقى عندك سالب لوج 2 ناقص لوج 2، وبعد كده الكلام دوت اللي هو سالب لوج 2 ناقص لوج 2 اللي هي سالب لوج 4، فده اللي احنا كنا بنحاول نعمل له بروف في الاول يعني. طيب ده كده بيمثل ايه؟ ده كده بيمثل البيست لوس بالنسبه للديسكريمينيتور، لان انت لو تفتكر احنا عوضنا بالبيست فاليوز بالنسبه للاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور اللي كانت بنص،
يعني احنا هنا الشكل اللي احنا كان معانا في البدايه اللي هو بي اوف داتا اكس على بي اوف داتا اكس زائد بي اوف جي، ده اللي احنا جبناه من الدريفاتيف، تمام؟ وقلت لك ان البيست كيس لما يكون التو ديستريبيوشن بيساوي بعض، يعني معنى كده ان الريل داتا هي نفسها الفيك داتا، اذا الديسكريمينيتور مش قادر يميز فيديك الاوتبوت بنص، معنى ان الاوتبوت بنص يعني اكنك 50-50 بالنسبة الاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور هيكون 50-50 بالنسبة للصور الحقيقية والصور اللي هي الفيك. ولما خدنا النص وعوضنا بيه في الايكويشن بتاع اللوس فانكشن طلع لك ان هو اللوس هيكون بسالب لوج 4. برضه الاثبات الثاني اللي هم كانوا بيحاولوا ان هو الحاجة الثانية اللي كانوا بيحاولوا يعملوا لها بروف في البيبر بتاعت 2014، وانا قلت لك بعتمد في الشرح بتاعي على البيبر دي. هنا بالنسبه لللوس فانكشن نرجع لها تاني، هتلاقي لو تفتكر ان الجنريتور كان بيحاول يمينيمايز التوتال لوس. فهنيجي هنا نرجع تاني نتكلم عشان نعمل بروف يعني ونشتغل على الجنريتور نفسه. هتلاقي ان هنا هنشيل هنا الدي اوف اكس والواحد ناقص الدي اوف جي اوف زد، وهنعوض بيها بالكلام اللي احنا كنا ترجعناه من الديريفاتيف لو انت فاكر، ان هو كان البروبابيلتي بالنسبه للتو ديستريبيوشن مع بعض، هنا بالنسبه للريل داتا وهنا بالنسبه للفيك داتا يعني، تمام؟ فالفكره هنا بقى ان هو حاول يدور على حاجه في الماثماتكس يقدر ان هو يعمل بيها بروف لشكل الشكل زي اللي قدامنا ده. فالحاجه اللي قال هي كانت الكي ال دايفرجنس. الفكره هنا ببساطه بالنسبه للجنريتور، الجنريتور بيحاول يعمل ماتشنج ما بين التو ديستريبيوشنز بتاعه التو ديستريبيوشن اللي هو بيطلعوا من الديسكريمينيتور اللي هو الديستريبيوشن بتاع الريل داتا والديستريبيوشن بتاع الفيك داتا. فهو هنا في البيبر دور على حاجه في الماثماتكس تكون بتعمل مقارنه ما بين تو ديستريبيوشن، فلان افضل حاجه هي يعني حاجه في الماثماتكس اسمها كي ال دايفرجنس. الكي ال دايفرجنس بالنسبه للبي ويز كيو هتلاقي ان هو دي طبعا الايكويشن بتاعت الكي ال دايفرجنس، بيحاول يعمل ماتشنج ما بين التو ديستريبيوشن، او بيعرفك لو انت عندك تو ديستريبيوشن وعايز تعرف التشابه ما بينهم بنسبه قد ايه، فبتستخدم الكي ال دايفرجنس. دي هي الايكويشن، ده يعني اكزامبل على الكي ال دايفرجنس، دي الايكويشن بنحاول نجيب البروبابيلتي اوف اكس بالنسبة للبروبابيلتي اوف البيو، يعني بنجيب ده طبعا بالنسبة للاكس بلونج تو بي. هنا دي الايكويشن بنحاول نجيب التشابه ما بين التو ديستريبيوشن، ديستريبيوشن اسمه بي وديستريبيوشن اسمه كيو. فهنا ضربنا الباست في اثنين وضربنا برضو المقام في اثنين، وبعد كده بالنسبة للاثنين اللي موجودة في المقام خدناها بره بقت عبارة عن سالب لوج 2، وبالنسبه للاثنين اللي موجوده في الباست اللي هي دي هتنزل هتبقى مقام المقام. احنا طبعا عارفين طبعا في الماثماتكس ان مقام المقام اللي هو الاثنين اللي تحت دي تعتبر باست، تمام؟ فده يعني اللي احنا هنعمل له ده اكزامبل، يعني ده ملوش علاقه بالشغل بتاع الجنب بتاعنا، ولكن هنا ده اكزامبل بيوضح فكره الكي ال دايفرجنس اللي احنا هنعملها ابلاي دلوقتي على اللوس بتاعنا اللي هو الشكل اللي قدامنا ده، تمام؟ فلما تعمل لها ابلاي هتيجي تبص على اللوس فانكشن بتاعتك هتلاقي ان هو بقت حاجه شكل كده، يعني ده لما عملنا ابلاي للكي ال دايفرجنس، ده هو بالنسبه للريل داتا وده بالنسبه للفيك داتا، وطبعا السالب لوج 4 دي اللي احنا عملنا لها بروف من شويه. تاني بروف هيستخدمه لما جه بص برضو على الترم ده كده، لما جه بص على الترم ده لقى ان هو شبيه جدا جدا في حاجه في الماثماتكس اسمها جينسون شانون دايفرجنس. الجينسون شانون دايفرجنس برضه متوضح بالشكل اللي قدامك ده، تمام؟ فهناخد الجينسون شانون دايفرجنس الشكل اللي قدامنا ده وهنخلي الايكويشن بتاعت اللوس فانكشن تكون شبيهه جدا ليه يعني، تمام؟ فهتلاقي ان هنا سالب لوج 4 دي نزلت زي ما هي زائد 2 دي اللي هو عندك الترم ده هو نفس الترم ده، تمام؟ ده بالنسبه للريل داتا، وبالنسبه للفيك داتا ده الكيل دايفرجنس يعني. فهنا عندك البي داتا اللي هي دي والبي جي اللي هي دي، وعندك الشكل ده هو نفسه الشكل ده، فعشان كده قال لك 2 باي جي اس دي اللي هو جينسون شانون دايفرجنس. يبقى ده هو الشكل النهائي بالنسبه للوس للوس يعني، ده الشكل النهائي بالنسبه للتوتال لوس. واحنا عرفنا من شويه ان البيست كيس كانت سالب لوج 4 بالنسبه للاوب بتاع الديسكريمنيتور. طب ده هيتحقق امتى؟ هيتحقق لما الترم ده كده يكون بزيرو، يعني لما يكون 2 جينسون شانون دايفرجنس للبروبابيلتي اوف داتا ويز البي جي هيكون بزيرو، تمام؟ فلما ده يكون بزيرو يعني ده لما يوصل للمينيمايز خالص، معنى كده ان التو ديستريبيوشن هيكونوا قريبين من بعض بتاع الريل داتا والفيك داتا. فلو كان
ده كده طبعا بالنسبه للجنريتور، الجنريتور خلاص عرفنا ان هو بيحاول يمينيمايز الشكل ده، على عكس الديسكريمينيتور ان هو بيحاول يماكسمايز، ولما يحاول يماكسمايز هيكون الاوتبوت سالب لوج 4، معنى ان هو يماكسمايز يعني انت عندك الجي اس دي او الاثنين جي اس دي هتكون مينيمايز اقل حاجه يعني، تمام؟ فمعنى ان هي هتكون اقل حاجه يعني هتكون قيمتها بزيرو، فاصبح الشكل النهائي بتاعت اللوس فانكشن بتاعتك بالنسبه للجنريتور اللي هو بيحاول يمينيمايز هتكون برضو سالب لوج 4، تمام؟ هنا التو ديستريبيوشن هيكونوا قريبين جدا جدا من بعض بتاع الريل داتا والفيك داتا، ففي الحاله دي البيست كيس يعني بالنسبه للجنريتور اللي هو بيحاول يمينيمايز ان ده كده يكون بزيرو يعني، فلما ده يكون بزيرو هيبقى عندك بس السالب لوج 4 بالنسبه للجنريتور، يبقى دي كده البيست كيس بالنسبه للوس فانكشن بتاعتنا. عملنا لها بروف في طريقتين، في الطريقتين في البدايه خالص لما عملنا عوضنا بنص، عوضنا بنص اللي هو الاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور، البيست كيس يعني بالنسبه للاوتبوت بتاع الديسكريمينيتور طلع معانا سالب لوج 4، وهنا برضو لما عوضنا في بدلنا اللوس فانكشن بتاعتنا عملنا لها ري رايت تاني بالشكل بتاع الجينسون شانون دايفرجنس والكي ال دايفرجنس، طلع برضو معانا سالب لوج 4، يبقى ده كده افضل لص ممكن ان انت تقدر توصل له يعني، وعرفنا ان انت ازاي ممكن توصل له او ايه الستبس اللي انت ممكن تمشي عليها من خلال الماثماتكس. الموضوع بسيط، احنا عندنا الكي ال دايفرجنس، خدنا اكزامبل بالماثماتكس زي اللي قدامك ده كده، والكلام ده عملنا له ابلاي على اللوس فانكشن بقى بالشكل ده، وبعد كده استخدم هو الجينسون شانون في البيبر، والجينسون شانون برضو عمل له ابلاي على اللوس فانكشن، فاصبحت التوتال لوس هتبقى حاجه بالشكل ده، تمام؟ وعرفنا بالنسبه للجنريتور ان هو بيحاول يمينيمايز، معنى ان هو مينيمايز الجينسون شانون دايفرجنس اللي هو كل الكلام ده كده، كل الكلام ده يكون بزيرو يعني، ففي الحاله دي هيبقى عندك بس سالب لوج 4. ده بالنسبه للماثماتكس الخاص بالجانز بيبر بتاعت سنه 2014، وبرضو يا ريت ان انت تجيب البيبر دي وتقراها بعد ما تسمع التو فيديوز دول، عشان في برضو بعض التفاصيل كده هتلاقيها موجوده في البيبر، هتقدر ان انت تستفيد منها بشكل اكتر وتاخد المعلومه كامله يعني، تمام؟ ان شاء الله من اول الفيديو اللي جاي هنحاول ان احنا نطبق بشكل عملي، واشوفكم على خير، وطبعا اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.